الشاب في الهجوم الخلجاوي يبحث عن عمل الفارق. كرة الآن حزماوية، الحزم الثاني في الطريق، ولكن ضاعت الكرة الماضية. عثمان الآن يستقبل كرة، ما هذا البرود العجيب في الدفاع؟ شوف 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 شوف، يعني خلينا أتحدث عن هذه الانطلاقة وعن هذا الدخول وهذه العرضية. بعد ذلك شوف الآن هذا التردد اللي كان في شيء محول الآن كرة لمصلحتنا. يا سلام يا سلام على كرة الآن حزماوية، يتفنن بالكعب ويلعب الآن إلى عثمان. شوف الكرة الماضية، عثمان حاول المرور متجها للمرمى. كرة مع فرحان، فرحان العازمي يمر، كرة رأسية، الله، أصفر يبدع، أصفر يقدم كل الأشر من الدفاع الخلجاوي. هذا العازمي يلعب كرة على الناحية اليسرى، محاولات أمام هذا المحترف اللاعب القادم الخلجاوي اليوم ريجوريو، الصفقة الجديدة أيضا حاضر في الاحتياط وممكن يكون ورقة حاضرة في شوط اللقاء الثاني. اللاعب البرازيلي كرة الآن حدوش، يعني تعود الآن مواجهة مهمة في هذا اللقاء أمام لاعب، شوف 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 شوف، هذا لاعب من اللاعبين المرعبين يسمونه عثمان باتو، لكن بلستة الأسماء تلاقي اسم الحاج عثمان باري، يعني لاعب لهذين الفريقين بتاريخهم الكبير وسجلاتهم الكبيرة. إذا الريعة مرت من مجريات شوط اللقاء الأول بردة فعل جميلة، فعلا فيها سرعة بديهة وفيها تصدي جميل لحارس المرمى داود آل سعيد. يا داود، أمانة أمانة بكل تأكيد وصل مجريات هذا اللقاء. كرة في منتصف الميدان، الحزم وانطلاقة أمامية، تتواصل المحاولات الحزماوية. لمسات من الرياض إلى عرضية إلى رأسية كانت قوية، هزت العارضة ولكن لم تستطع هز الشباك. كرة تتحول الآن لمصلحة نادي الحزم، سريعة جدا، انطلاقة كرة أمام الحزم. اليوم يمتاز بهذا الدفاع الذي يستطيع قراءة الكرة بشكل سريع جدا. هذا حسان العقبي، تعود الآن من جديد لمصلحة نادي الحزم. الويز فيليبي اللاعب البرازيلي، تعود الكرة من جديد. عثمان باتو، أوراق المحترفين ترجح الفارق، الإثارة والندية. تعود الآن كرة حزماوية، مال الحزم إلى شيء من الهدوء. مع الرياض لاعب خطر فعلا داخل هذه المناطق، تعود حزم مبدئي تحت الفرصة يلعب كرة لك. وكأس الأمير فيصل بن فهد في عام 1410، هذا المدرب اللي